أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت لجنة النزاهة البرلمانية أن هناك العشرات من ملفات الفساد في مطار بغداد، وقال عضو اللجنة صباح طلوبي أنه سيكون هناك تحقيق مع سلطة الطيران والمسؤولين في مطار بغداد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخالفات والمشاكل في المطار. وأوضح صباح طلوبي أن لجنة النزاهة زارت مطار بغداد بعد وصول عدة شكاوى بوجود مخالفات، مبينا وجود تقصير واضح في آلية وصول الحقائب، إضافة إلى رداءة شركة التنظيف العاملة، إضافة إلى عدد من الخروقات الأخرى. كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية عدنان الزرفي عن وجود مشاكل فعلية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020. وقال عدنان الزرفي أن الحكومة في بغداد لا تستطيع حل المشاكل التي ظهرت في الموازنة، مبينا أن مشروع الموازنة الآن في حالة من الارتباك لحلها. وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية أن من بين المشاكل ارتفاع الموازنات التشغيلية للوزارات في ظل احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد ب56 دولارا، كما أكد وجود ضغوطات من قبل قطاعات كثيرة من أجل زيادة إنفاقها في الموازنة، مما يؤكد ارتفاع نسبة العجز في الموازنة. كشف عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية قاسم الفهداوي عن دخول آلاف الأطنان من الخضار ولحوم الدجاج والأسماك والبيض إلى البلاد بطرق غير شرعية، وطلب قاسم الفهداوي بالتحقيق مع الجهات الحكومية المعنية داخل مجلس النواب لبحث قضية إدخال هذه الأغذية عبر المنافذ غير الرسمية. وأضاف عضو اللجنة أن الأمر يتطلب تدخلا جديا للسيطرة على المنافذ غير الرسمية للحفاظ على أمن وحياة المواطنين، مبينا أن الأسواق أصبحت عرضة للسلع المنتهية الصلاحية نتيجة التهريب وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية. أعادت هيئة المنافذ الحدودية بمنفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان شاحنة مكونة من 12 شاحنة إلى الجانب الإيراني محملة بمواد متنوعة. وقالت الهيئة إن الشحنة المعادة إلى الجانب الإيراني توزعت بواقع 4 شاحنات كانت محملة بمادة الحديد، وأرجعت بالأحرى سبب إعادتها إلى نقص في الأوراق المتعلقة بشهادة المنشأ. كما أعادت 3 شاحنات محملة بمادة شيش تسليح إيراني المنشأ لفشل المادة في الفحص المختبري، فيما أعادت شحنة من 3 شاحنات محملة بمادة بناء إيراني لفشلها كذلك في الفحص المختبري. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها ضبطت 4 شاحنات بمنفذ زرباطيا الحدودي في محافظة واسط. وأضافت الهيئة أن الشاحنات كانت محملة بمواد متنوعة ضبطت خارج الحرم الجمركي عند بوابة سيطرة البحث والتحري بعد إكمال معاملاتها الجمركية والترسيم داخل المنفذ، مما سبب هدراً بالمال العام. وبيّنت الهيئة أن الشاحنة الأولى محملة بمعمل لصناعة الكرتون مع ملحقاته، وأن المعمل مستعمل على خلاف ما ذكر بأنه معمل جديد. أما الشاحنة الثانية فكانت محملة بمواد بلاستيكية تم تغيير وصفها في البضاعة. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.